لك الله يكتر خيره هالأبو عزام ويرزقه الرزق الحلال يا حق. آمين يا رب. والله الله فرج علينا الحمد لله. بس شو بدنا نطبخ مزكي؟ لسه في شغلات كتير ناقصة. لك اسكتي، قال يلي بدنا اياه ويلي منعتازه نروح السوق نشتري، والحساب على أبو عزام لأنه هو متكفل فينا. ايها هي خبرية بتنسمع، لكن يلا خلينا أنا وياكي ننزل على السوق نشتري كل شيء بدنا اياه. يا عليكي إلهي، لسه شغلة جديدة، طولي بالك، دغري بدك تروحي وتتوضعي على حساب أبو عزام. معلوم يا أم زكي، شو بدك يعني نضل قاعدين عم نتصفن ببعض؟ يا عليكي يا غورة، حطي على راسك ورقة سيجارة وتقلي حالك شوي. أم سليم بنت العز والجاه معروفة شبه. يوه يا حسرة، لا ضل لا عز ولا جاه، ما ضل بالكرم إلا الحطب. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي المخلوقة يا مختار ما لها حدا بنوب، وبناتها أماني برقبتنا. أكيد، الله يرحمك يا منصور، كان شاب كويس ومحترم بحاله، وقدره إنه يكون مصيره مثل أبوه. لا اعتراض على حكمه. هلا أجار الدكان اللي عم يترزقوا منها ما بتكفيهم، نحن لازم نعين هون بأمور معيشتهم. إيه، الله يقدرنا على فعل الخير. إيه سيدي، هي خلصنا منها، لسه في شغلة تانية. شو هي؟ أنت دريت بقصة شكري ومحجوب مو؟ إيه دريت، وهذا شكري لازم نحطه عند حده. القصة صار لها 15 سنة وما في لزوم نرجع نعيد التارات من أول وجديد. هذا اللي بدي أقوله يا مختار، لازم نجتمع نحن وكباريت الهارة مشان نحل هالمشكلة اللي صارت مصيبة فوق روسنا. هذا شكري واحد مو بصلي على النبي ولا بيستحي، لك بده يكسر كلمتي قدام هالحارة. معقول يكسر لك كلمتك؟ هذا ولد طايش، الحارة في إلها كبيرة. إيزاري، بدي منك أنت وكباريت الهارة نتفق كلياتنا مع بعض على كلمة وحدة وبالحق والعدل. مثل ما بيقول البدل يا أبو قاسم، قال أرجي عذرك ولا ترجي بخلك، وأنا والله هدول قدرت عليهم شوية سكر وشوية شاي. لك لا تكون بدك تزلنا وتاخذ بيتارك مني بعد المشكلة صارت عنا بالحارة. منك وبس أبو النار، منك وبس. شنو لك من سالك تصحلك ولا؟ صلي على النبي، صلي على النبي يا أبو النار. اللهم صلي على محمد وآل محمد. شو البني آدم هذا؟ الناس ببين معدنها وقت الشدة يا أبو معروف، وأنت معدنك دهب. الله يعزك أبو قاسم، الحمد لله شفناك بخير. لو الله ما اطلع فيه ما كانوا بيناتنا هلا، الحمد لله. الله بعد اسمه حماكم. لو شفت القنابل كيف عم تنزل على راسنا مثل زخ المطر كنت عرفت شو عم أحكي. الحمد لله نحن نفدنا، بس الله أعلم شو صار بغيرنا، مين نفد بالهون ومين مات. بالي مشغول كتير على أختي وولادها وعلى كل أهل حارتي. الله يطمننا عليهم عن قريب إن شاء الله. آمين، الله يطمننا عنهم ويطمننا على المسجونين اللي أخذوهم على الألعاب، وعلى المفقودين يلي ما بنعرف عنهم شيء. حسبي الله ونعم الوكيل على البلاء اللي نزل علينا. حسبي الله. بتهون أبو قاسم، بتهون أبو قاسم. شو ما بتأمر أنا رأتي سدادي. كفو يا أم معروف، كفو. يلا السلام عليكم. والله ما بتروح، لك تشرب شاي معنا. عود مبرك معلم، مبرك سعيد. أمور علي، قوم سوي لك كاسين شاي. الله يرضى عليك. لعيونك عقيد. الله يعطيك العافية. والله أهلين وسهلين بأم معروف. بالمهلي يا أخي أبو قاسم، بالمهلي. إيه معقولة؟ كل الداخلية؟ صدق؟ تفضل. إيه الله وياك، الله وياك. السلام عليكم يا حضرة الجباشي. هلا أبو منشار. هلا، شحالك؟ عسنك زين حيل؟ الحمد لله. إيه وش بي ورا هالزيارة الميمونة؟ والله يا حضرة البزباشي، هالمرة زيارة لعندك على الكركون طويلة. زيارة؟ ما فهمت. شرف، هاي طلب نقلي لعندك على الكركون، موقع من رئيس الشرطة ومختوم. مين قال لك انه اني ناقصك هين بالكركون؟ والله يا حضرة اليوسباشي انا ما دخلني،
بإمكانك تسأل الداخلية وهن بيجاوبوك. زين زين حيل. اسمع يا أبو منشار، هنا الأمر أمري والشور شوري، ما أريدكم بالرأس. أنا تحت أمرك يا يوسف باشي. على كل إن أنا بشغلي وأنت بشغلك، المهم يا حضرة يوسف باشي الشغل يجيب همه. الشغل جاي. إيش تقصد بهالحكي هذا؟ لا أنا ما بقصد شيء يا حضرة يوسف باشي، يعني أنا اللي بقصده أنا بشغلي. على العموم أنا بغرفة سمسم، إذا بدك يعني بإمكانك تناديلي. عن إذنك. إذنك وياك. بجهد يصير بالداخلية. وين قالوا مني؟ هاني أريد نائب رئيس الكراكو. نائب للرئيس الكراكو. والله ما أدري. أهلين أفكار. على راسي يا أبو معروف. ما قلتلنا شو أحوال الحارة يا أبو معروف؟ والله يا أبو قاسم الحارة أحوالها مثل أي حارة بالشام، تعرف أنت أي حارة يعني، فيها العاطل، فيها أهل الأصل، فيها ابن الحلال، وفيها اللي ما بيخاف الله. تجوزت ولا لسه؟ إيه جوزت، أخذت أرملة، أخته لأبو عادل الحلال، مستورة مستورة. وعلى علمك، قديش أسعار البيوت إن كان شري ولا كري هون؟ هلا كري ما بعرف، بس شري كل بيت وله سعره ابو قاسم. وانت مو مستكري بيته؟ لازم تعرف شو سعره. ابو قاسم انا كنت مستكري، بس هلا اشتريت ربع حصه من مرتي، هذا البيت ورثته عن جوزها اللي مات الله يرحمه. ايوه. ان شاء الله مرتاح بها جوازي. مستوره عمي، مستوره والحمد لله. والله بيت ابو عادل الحلاق ما في منه. هلا قد ما حبيناه ما رح نكون مرتاحين مثل ما كنا مرتاحين بحارتنا، بس شو نعمل؟ الله يلعن المحتل. بدنا تشكيله من كل شغله مشان يكفونا يومين ثلاثه. تكرم يا اختي. يو مو حلو نكتر على الزلمه، عيب عيب. يو هو قاعد بده يتكفل باكلنا وشربنا، ما حدا قال له ينتخي ويدق على صدره، بعدين لسه بدنا نروح عند الفران. الله يرزقك يا ابو عزام غامض علمه يا حق. امين. ايه اخي مثل ما قلت لك بدنا رطل من كل شغله، والله التازيات الخضره بشهوه. باينين انه امتازه ما شاء الله. اي والله هدول من بستان الجبه ظراف كتير. يا اخي لا تنسانا الفليفلات الله يخليك. على عيني وراسي غيره اختي. سلامتك. بيسلم عليك ابو عزام وبيقول لك قال هو بيدفع لك الحساب. على عيني وراسي وتكرمي انت وابو عزام، الله يفرج عنكم. امين. انتوا روحوا وانا هلا ببعث لكم اياهم على البيت. كتر الف خيرك اخي. مع السلامه. اوه اوه اوي وسي عسي عسي. ريان البندوره. صباح عمي. اهلين حمدو. للمونه يا توم. اسود وقلبه ابيض هالبيتنجان. للعصر يا ليمون. عمل شوي شوي. إلى عن اللي طرق الرز على اللي طرق البلغر على اللي طرق كل شيء نصف ظهري. وي علي إن شاء الله، وي علي إن شاء الله. يلا يا شاطر انزل على السوق وجيب لي شوية خضرة وشوية فواكه. حبيبتي والله أدري بخجل يعني أطلب من الزلمة يعني تقلنا عليه. يه لك شلون؟ إذا ما جبت لي الأغراض اللي بدي إياهم شلون بدي أطبخ أنا شلون؟ ما بقدر اطبخ. وبعدين اللي بيسمعك بيقول عم تدفع من جيبتك يا خسرتي. ليش هيك صاير بخيل انت ابو نحله؟ لا لا بس حاسه صعبه علي. لا صعبه ولا شيء، حالنا من حال غيرنا، اساسا نحن تهجرنا من بيوتنا ومن حارتنا. طيب خلص هلا انا رايح بجيب كل الاغراض وبتفتل بالسوق شوي شنو طالع يعني هيك طالعه روحي من قعده البيت، الله وكيلك طالعه روحي. ومين قال لك تلبت بالبيت تحط قلقتك في خلقتي طول النهار؟ اه مين قال لك يا زلمه؟ حبيبتي قدريه يعني عم حس حالي مو منيح، حاله غريبه كثير، بس بتعرفي شو خلص من اليوم ورايح بدي اطلع بدي اطلع بدي اطلع. ايه منيح الحمد لله. يلا لك عم بسرعه روح جيب لي الاغراض. لك متت من جوعي انا. لك ايش عم تستنى؟ روح بقى خلصني. يا زلمه انا عصبتني عصبتني.
عصبتني. هن كيسين قصر لك. الحمد لله يا مختار اني قدرت طالع مصاري معي. بقى مشان هيك عم اقول لحالي اني اشتري لي شي بيت احسن لي من القرقصه هي. تعمل زينه العال. شايف لك رجعتنا رح تطول، هذا اذا ضل عنا بيوت نرجع عليها. انا شو فيني اخدمك؟ ما بقصر ابدا. تسلم تسلم يا مختار. يعني عم اقول اذا بتعرف شي بيت بده ينباع. ايه شو عليك؟ هلا منروح لعند الدلال وبنقول له يشوف لك بيت اذا مصاري جاهزه. ايه والله يا ريت، والمصاري جاهزة والحمد لله. في شغلة تانية بدي اسألك عليها. ايه تفضل قول. حمام الحاجبية، مين صاحبه؟ صاحبه أبو نبيل، بس ما بيبيعه. حاطط فيه عمال عم يمشوا له الشغل. هلا أنا مو نيتي بدي أشتري. أنا عم أفكر إني أستكري شي حمام وأشتغل فيه. شنو هي شغلتي الأساسية؟ ايه شو علي؟ أنا رأيي تشوف أبو نبيل بركي بأجرك ياه. هيك قلتك؟ سيدي. جرب ما لك خسران شيء. ايه بنجرب. معناتها خلينا نروح هلا بالاول نشوف الدلال. ايه شو عليه؟ خلينا ندق الحديد وهو حامي. يلا يا رب. شرف سيدي. يلا. للعصر يا ليمون، للحفر يا كوسا، اسود وقلبه ابيض هالباذنجان، أصابيع الدب يا خيار، للمونة يا توم، حمرا وريان البندورة. سلام هالخضرة يا اسماعيل، كان عندك؟ تشرفت أخي، أهلا وسهلا. إيه أنا أبو نحلة من حارة الفتالة، ما حارة الضبع المنكوبة. تشرفنا وأنا أبحده، شو بدك خضرة على حسابك؟ إيه وأنا تشرفت بمعرفتك، بس أنا ما بعرف كيف بدي أياها يعني. يعني انا بدي اخذ من عندك خضره هيك باثنين وبس ارجع الحارب برجع لك هون المصاري. تكرم عينك، انتو بضيافه ابو عزام وهو رح يدفع الحساب. مش كان هيك احسن؟ اعطيني رطل بندوره، رطل خيار، رطلتين بقدونس، رطل تفاح، رطل موز، رطل باذنجان، رطل بطاطا. ايه شو؟ رح تاخذ البسطه كلها شايف؟ ولا يلي ببلاش كتر منه يا ابو نحله؟ لا يا بحده، شو هالحكي هذا؟ لا انا بس بحب تلاقي حالي انا بدي كثير، مشان هيك ما بحب ينقصنا شيء يعني. لا تخاف ما رح ينقصك شيء، كل يوم عنا بضاعة جديدة. إيش كان هيك أصبح عطيني رطل كوسة، رطل بتجار، رطل بطاطا، رطل فول، رطل عزام مرني يا أبي. بترحلي على بيته لمحجوب، بتقول له أبي بده إياك وخليه يجيني على الحارك. صار يا أبي. يا أبي بس بدي أقول لك شغلة. قول يا أبي. أنا خايف تخرب بيننا وبين بيت عمي مشان قصة محجوب وشكري. انت هيك شايف؟ يا ابي شكري ما رح يسكت ونحن رح نوقع بين النارين، وش كان القصة ما انحلت على ايدك وبرضات شكري رح يأثر على خطبتي من سهيلة. عزام انا بدي اسمع من محجوب وبدي اشوف الكلام اللي بده يحكيه، وش كان في حق عليه انا ما رح زعل بيت عمك، بس كمان انا بنفس الوقت ما بدي حدا ينقتل بالحارة، وهذا الكلام بده يصير قدام كباريت الحارة. فهمت علي كيف؟ وغير هيك ما في تفاهم، ونقول إن شاء الله ما يصير في زعل بيننا وبين بيت عمك. إن شاء الله يا أبي إن شاء الله. تيسر يا أبي تيسر. أمرك. لقيت مانع دملك أفكاح؟ راسي كلموه. عقيد تعال اشرب شاي. تتهلأ أنت وياه. مثل ما تأمر عقيد. لك أفكار. شو؟ يا ريتك ما سكنت ولاده بالنار، شنو لا هو بطيني ولا انا بطيقه. أبو معروف انت الحق عليك، لسانك متبري منك، ايه ما تركت لحالك صاحب بكل الحارات بنوب. هو اللي ماله صاحب، وكل ما كان يشوفني بحارته يقلعني، اخي ما بيحبني. ما بيحبك من مشاكلك وطولة لسانك. ايه شو عليه؟ الك يوم يا ابو النار. وانا معروف. طب معروف العاب على قدك ولا تفتح دفاتر قديمه، ويلي راح راح، نحن اولاد اليوم. هو المنسي الماضي وعم يفتح دفاتر قديمه، بس وينك؟ وحياتك يا افكح، رقبته بايدي، واذا حاول يعمل شيء انا برجيك شو بسوي فيه. من اول ابو معروف خليك ادمي وبحالك احسن لك. ها
أنا آدمي وبضل آدمي، بس إذا واحد بينكش علي ساعتها علي وعلى أعدائي. يا مو محشوب، برضاي عليك ما بدي تطلع من البيت بهالكم يوم، خليك جنبي وقدام عيني، الله يوفقك. يا مو أنت ليش عم تحكي معي كأني ولد صغير وتوصيني؟ شكري كلياته شقفت ولد بالحارة. إيش كان بده ياخذ بتار أخوي يتنطوط؟ بدي لحقه فيه. خلي وقتها أبو رمزي يقعد يبكي بالبيت مثل النسوان. يا ابني الله يوفقك، ما بدنا مشاكل، والله ما صدقت شفتك قدامي. بعدين خلينا نعيش كم يوم سوا هيك حلوين قبل ما الله ياخذ امانته، ومشان تروح تدور على اختك خيزران وتجيبها. خليني اشوفها، خليني اشوفها يا محجوب، بدي اشوف كون حوالي. عيني خير يا مو، عيني خير. الله يخلي لنا اياكي فوق راسنا. أنا بفتح. مو عيب يا مو، عندك رجال بالبيت وانت تفتحي الباب، شو بدهم يحكوا عنا العالم؟ محشوب اوعك تعمل شيء تقبرني، خايفة يكون شكري. لا يا مو، لا لا تخافي، لو كان شكري كنت سمعتي صوت شعيره لعندك. الله يستر. منو هاد؟ أنا عزام ابن أبو عزام، افتح. أهلين عزام، خير؟ بيسلم عليك أبي وبيقول لك مروق لعنده على الدكانة ضروري، في جوز كلام بده يحاكيك يا. شو هو جوز هالكلام؟ بس تروح بتعرف، بالإذن. الله معك. يا مو أبو عزام بعت وراي، بدي اطلع لبرا شوفه شو. ضرورية طلعتك يا مو هلا. ما بطول عليك يا مو، ما بطول عليك، عاوزة مني شيء؟ سلامتك دوبني، دير بالك على حالك. الله يخلي لي اياك يا رب. ديري بالك على حالك يا مو. الله يحميك إلهي. يلا خلصني من فرم الخيار مشان تساعدني بنقاية البقدونس. يلا لا تبكيني أدري، لا طب قلت لي كنت رح اجرح ايدي الا شوي. لا سلامتك حبيبي، تضرب انت وهالحاره اللي جبتني سكنتني فيها. ليش شبه الحاره؟ اهلا ما نظيم وما في منه. انت المنظوم والفهمان. لهلا ولا وحده من نسوان الحاره اجت وشقت علي وقالت لي اذا لازمك شيء يا أدري خانم. بلكي مو فاضيين بعدين ما بيعرفونا. اسمع لقلك، لازم تروح على حارتنا وتشق على البيت، إذا ما كانه مضرر خلينا نروح نسكن فيه. إيه لا لا ما بتزبط، الفرنساوي ما عم يخلي حدا يفوت لهنيك بنوب بنوب، يعني مسكر الحارة كلها. بعدين يا زلمة أدرية شو هي نروح لهنيك نسكن لحالنا؟ شو بتخوف؟ أبو نحلة لازم تروح تشق على البيت. شقي على الطبخة. لا شقي على الطبخة.